قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إنه يتعين على الدول أن تدرس توصية الركاب بوضع كمامات خلال الرحلة الطويلة في ظل الانتشار السريع لأحدث متحور من فيروس كورونا. وذكر مسؤولو المنظمة أنه تم اكتشاف عدد صغير لكنه متزايد من الإصابات بالمتحور XBB 1.5 في أوروبا أو 5.1 عفوا في أوروبا. مسؤولو الصحة أشاروا إلى أن المتحور XBB 5.1 الأسرع نقلا للعدوى من السلالة أوميكرون، بحيث يمثل 27.6% من الإصابات في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 7 يناير كانون الثاني 2023. ولم يتضح بعد ما إن كان المتحور الجديد سيتسبب في موجة عالمية جديدة من الإصابات، لكن يقول الخبراء إن اللقاحات ما زالت توفر حماية من الأعراض الشديدة ودخول المستشفيات والوفاة. وأصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها توصيات للرحلات الجوية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إجراءات غير دوائية للحد من انتشار الفيروس مثل وضع الكمامة واختبار المسافرين، وكذلك مراقبة مياه الصرف كأداة إنذار مبكر للكشف عن المتحورات الجديدة. ولمزيد من التفاصيل حول المتحور الجديد والإجراءات الوقائية معنا من المملكة المتحدة الدكتور محمد الحاج علي، باحث رئيسي في العلاج المناعي من كلية الطب بجامعة كارديف هنالك في المملكة المتحدة. دكتور، بداية أهلا بك وأسعد الله صباحك. أسعد الله صباحك أستاذ يحيى، وصباح السادة المشاهدين، صباح كل العرب. أسعد الله صباحك. ويعني انتشار سلالة جديدة والكل أصبح اليوم بخوف، لأن الحديث أصبح تقريبا رسميا، كانت هنالك تكهنات ولكن اليوم الأمور أكثر رسمية في هذا الحديث. لو تطلعنا أكثر على هذه السلالة. السلالة الأخيرة التي هي قيد المراقبة حاليا تسمى XBB 1.5، هي كما ذكرت أنت في أول تقريرك هي 1.5 وليس 5.1. على كل الأحوال هذا الرقم الذي أعطي لهذه السلالة الفرعية، لازلنا هنا نتحدث عن سلالة في سياق الأوميكرون. الأوميكرون بحد ذاته كان بوابة الخروج من جائحة الكوفيد-19، خرجنا فيها من الجائحة إلى الوباء المستوطن الذي نتعايش معه ونتكيف معه، وهي مشابهة كثيرا لسلالة الإنفلونزا الموسمية أو للإنفلونزا الموسمية بشكل عام، والتي تعتبر عادة سريعة الانتشار، تستغرق يعني حضانتها فترة قصيرة جدا، والأعراض هي الأعراض المعروفة للإنفلونزا الموسمية وتزول خلال 3 حتى 5 أيام. أيضا هذه السلالة الجديدة الفرعية XBB 1.5 هي سلالة تأتي في هذا السياق، ولكن يعزى لها الانتشار السريع للحالات وتضاعف عدد الحالات للضعف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أسبوع واحد. طبعا لازلنا نتحدث عن المطاعيم واللقاحات هنا بنفس السياق، كون اللقاحات والمطاعيم لا زالت فعالة ولا زالت الوسيلة الدفاعية الأساسية للتعامل معها، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات في الأماكن المكتظة ووسائل النقل العامة إن توجب ذلك. طيب دكتور محمد، يعني إحنا تقريبا الحديث دار عن شبه انتهاء لفيروس كورونا، لكن واضح أن الأمور لم تسر كما يتم الحديث عنها، هذا من جانب. من جانب ثاني، إحنا من سنتين نتحدث عن متحورات ونتحدث عن سلالات جديدة وأسماء مختلفة. أريد الحديث من الناحية العلمية، هل هذا طبيعي؟ هل هذا منطقي؟ أو كيف يفسر هذا؟ الفيروس لم ينتهي ولن ينتهي، الفيروس موجود. نعم. ولكن وضعية التعامل مع هذا الفيروس انتقلت من جائحة بانديميك إلى وباء مستوطن انديميك نستطيع أن نتعايش معه ونتكيف معه. انتقل من وباء كان يتسبب به فيروس بأعراض سريرية شديدة وتتوجب الدخول إلى العناية التنفسية المركزة أو المشددة، انتقلنا إلى التعامل مع هذا الفيروس بشكل مختلف الآن وبأعراض تشابه كثيرا أعراض الإنفلونزا الموسمية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كون الفيروس يتحور
وتظهر له سلالات جديدة، هذا أمر طبيعي، وهذه سنة حياة عالم الفيروسات، وهي أن تتعرض دائما إلى التحور والتغير. وكلما تغير هذا الفيروس بسلالات متحورة أكثر، كلما ذهب نحو السلالات الأضعف من الناحية السريرية، وقد تكون أسرع انتشارا ولكنها أضعف هنا كما ذكرت وكما قلت. النقطة الثالثة، كون سلالة جديدة هنا تظهر وهي قيد المراقبة، وهي سلالة الإكس بي بي 1.5، فهذا لا يعني أننا بالضرورة سنذهب إلى المربع الأول في التعامل مع جائحة الكوفيد 19، وسننتقل من جديد من وباء مستوطن إلى جائحة. الجائحة خرجنا منها بحمد الله، وأصبح لدينا مطاعيم، أصبح لدينا لقاحات، أصبح لدينا وعي أكثر في التعامل مع الكوفيد 19، وطبعا هذا يتطلب التقيد بالإجراءات الاحترازية إن كان هناك ضرورة لذلك. فيما يتعلق دكتور محمد في بالنقطة الثانية اللي حضرتك تفضلت بالحديث عنها، يعني أضعف لكن أسرع انتشارا، هل هذا معناه ومؤكد حتى من الناحية العلمية أننا لن نعود إلى نقطة الصفر، لن نعود إلى أواخر العام 2019 فيما يتعلق بفيروس كورونا والانتشار الواسع مع أيضا قوة هذا الفيروس، وقد يعني ما لحق بعد ذلك من إجراءات اتخذتها بعض الدول، إغلاقات على أعمال من المنزل وما إلى ذلك؟ المشكلة الأساسية هنا أخي يحيى تتعلق بفصل الشتاء. فصل الشتاء تقليديا تكتظ فيه المستشفيات بالمرضى بسبب نزلات الإنفلونزا والبرد الموسمية، وعندما تصيب المتقدمين في السن مثلا، أو المثبطين مناعيا والمضعفين مناعيا، أو ذوي الأمراض المزمنة، هذا يزيد من وتيرة القبول في المستشفيات إذا ما قارنا ذلك بفصل الصيف. وهنا يأتي العبء المترافق مع هذه السلالات سريعة الانتشار من الكوفيد 19، حيث أنها قد تسبب ضغط على المنظومات الصحية التي أرهقت بعد سنتين إلى 3 سنوات من الجائحة. بعد سنتين إلى 3 سنوات أصبحنا نشاهد منظومات صحية استنزفت من حيث الموارد البشرية، استنزفت ماليا أيضا، ويعني أصبحت مرهقة، وبالتالي من هنا يأتي التحذير والصوت العالي نحو هذه السلالة الجديدة التي ينبغي التعامل معها بحذر في الغرب. ماذا عن فعالية الإجراءات الوقائية دكتور، خاصة في هذا التوقيت؟ نعرف أنه الحياة عادت إلى طبيعتها ولا مشاكل، لا إغلاقات سواء كلية ولا حتى إغلاقات جزئية، الأعمال أصبحت عادي من الشركات والمؤسسات والدوائر سواء كانت حكومية أو غير حكومية، فالأمور طبيعية، وبالتالي الإجراءات الوقائية هل ستكون ذا جدوى في ظل هذا الوضع الطبيعي من الحياة، أم أننا ربما بحاجة إلى إجراءات وقائية مع اتخاذ بعض الإجراءات أيضا المتعلقة مثلا باختلاط الناس وقربهم من بعضهم البعض؟ أعتقد أن موضوع التباعد الاجتماعي هنا أصبح وراءنا في الكثير من دول العالم، إلا إذا تفشت يعني إلا إذا تفشى الفيروس بشكل كبير في أحد المناطق، وأنا حذر هنا أن لا ألفظ كلمة الجائحة مرة أخرى، فقط بشكل كبير. طبعا كل دولة أو كل منظومة صحية تستطيع أن تضع يعني قيود أكثر تشددا إذا كان الأمر يشكل إرهاق وضغط أكبر على منظومتها الصحية، ولكن هناك إجراءات سهلة وبسيطة، من مثل ارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة مثلا، أو في رحلات السفر الطويلة، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية يعني الالتزام دوما بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد، دائما بعد ملامسة يعني الأشياء العامة مثلا، أو الأمور التي تلمس من قبل أشخاص آخرين. طبعا إن كان هناك شخص يظهر أعراض مثل العطاس أو أعراض تنفسية مثل السعال مثلا، أو يظهر عليه التعب، طبعا هنا يعني ينبغي للشخص أن يأخذ مسافة أمان ويبتعد عن الشخص الآخر، أو أن يغطي أنفه وفمه حتى يمنع استنشاق الرذاذ المتطاير من هذا الشخص الذي يقوم بالعطس أو السعال. طبعا هذه نصائح فردية ينبغي لكل شخص أن يتقيد بها في كل فصل شتاء، يعني أينما كنا في أي بلد
دون أن نخصص هنا حالة معينة أو بلد معين. هذه نصائح عامة تتعلق بالسلامة العامة والصحة العامة، نستطيع أن نتقيد بها في فصل الشتاء حتى نحد من تأثيرات الكوفيد 19 بسلالاته المختلفة في هذا الشتاء، ويكون مروره علينا سهلا ويسيرا بإذن الله. بإذن الله. طبعا دكتور، فيما يتعلق بذكرك وحديثك أنه هذا يعني هذه نصائح عامة غير مختصة بمنطقة أو كذا، كان مسؤولون منظمة الصحة قالوا أنه في عدد صغير فقط في أوروبا لكنه متزايد بشكل سريع من هذا المتحور XBB 1.5. أوروبا هل هي في هذا التوقيت تحديدا ستكون بيئة ربما لانتشار أوسع لهذا المتحور أم لا؟ طبعا مسألة أن هذه السلالة هي السلالة الطاغية، هذا يأتي من تحليل العينات التي نأخذها من الأشخاص المصابين، ننظر إلى هذه العينات فنشاهد هنا أن هناك سلالة فرعية جديدة مثلا أو سلالة متحورة أساسية جديدة. طبعا هذا لا يعني أن أوروبا بشكل عام مقبلة على كارثة في فصل الشتاء، ولكن كما قلت أوروبا يعني كغيرها من الدول التي عانت من الكوفيد 19 خلال السنوات الثلاثة الماضية، يعني استنزفت مواردها الصحية يعني بشريا وماليا في الأعوام الماضية، ويعني نحتاج إلى الكثير من الصبر والحكمة حتى نتجاوز ونقطع فصل الشتاء بسلاسة. في الولايات المتحدة الأمريكية تزايد الإصابات خلال أسبوع دق ناقوس الخطر هناك، أنه ينبغي اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية. طبعا دوما ننظر إلى نسبة اللقاح أو التطعيمات في المناطق التي تزداد فيها هذه الإصابات، وهناك يعني على ما أعتقد دائما علاقة مباشرة وطردية بين يعني الإصابات وشدة هذه الإصابات وبين نسبة المطعمين والملقحين في المجتمع بشكل عام، وفيما إذا وصل هذا المجتمع لما نسميه المناعة المجتمعية أم لا. الصين هي مثال صارخ وواضح جدا جدا، يعطيك فكرة عن نسبة الإصابات العالية والنسبة الكثيرة، حيث أنهم قاموا بإغلاق عام بداية هذا العام أو نهاية العام الماضي، وأعتقد أن هذا الأمر يعني نعم. لماذا دكتور محمد الخوف. يعني لماذا الصين تحديدا؟ يعني لعدة عوامل أخي يحيى، أحدها كان القلق يعني المبالغ به، الأمر الثاني أنهم تبنوا نظرية يعني صفر كوفيد، وهي يعني كما نعلم في السياسة هنا صفر مشاكل التي تستخدم في العلاقات السياسية مع الجوار، فقالوا أنهم سيكونون بصفر كوفيد هذا العام، وهذه نظرية غير قابلة للتطبيق والتحقيق على الإطلاق. هذه نظرية لا وجود لها على أرض الواقع، لا يمكن أن تقول على المجتمع أنه سيكون بصفر كوفيد، فحجروا على المجتمع بشكل عام. الأمر الثالث يتعلق بفعالية ونجاعة التطعيمات الصينية، حيث أن لديهم نوعين رئيسيين من التطعيمات، وهناك الكثير من الإشارات من إشارات الاستفهام التي رسمت ووضعت على تلك التطعيمات الصينية فيما إن كانت فعالة أم لا. الآن طبعا فتحوا يعني المجتمع من جديد للاختلاط وحرية الحركة بعد أن أوقفوا العزل العام، وطبعا مجتمع لم تصل فيه نسبة التطعيمات إلى النسبة الكافية، كانت بطيئة، تطعيمات غير فعالة مثلا، وصلنا هنا إلى مرحلة أن الفيروس هناك تفشى بشكل سريع وبشكل كبير. تحدثنا عن أوروبا والآن تتحدث دكتور عن الصين، لكن فيما يتعلق بهذا المتحور وين في مناطق جغرافية أخرى أيضا من الممكن أن تكون هي عرضة لوصول هذا المتحور والانتشار السريع فيها؟ كل دول العالم أخي يحيى بدون استثناء، يعني عندما تبدأ هذه السلالة بالتزايد في أحد مناطق العالم وتصبح طاغية بعد فترة، فهذا يدلك على أنها ستكون طاغية في مناطق أخرى أيضا تدريجيا. لكن ممكن تكون في منطقة أكثر من منطقة دكتور بحسب بعض العوامل أو بعض الأسباب؟ قد تكون في البدايات، ولكن بعد فترة نشاهد أنها تصبح طاغية، كما هو الحال عندما بدأت أوميكرون في الظهور مثلا، بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض المناطق في أوروبا مثلا، وتدريجيا
أصبحت هي السلالة الطاغية في كل دول العالم، أو السلالة الجنوب أفريقية مثلا عندما ظهرت بداية في جنوب أفريقيا ثم أصبحت التزايد شيئا فشيئا في دول العالم، أو السلالة دلتا التي ظهرت في الهند بشكل متزايد وأصبحت طاغية في كل دول العالم. يعني تبدأ بشكل تدريجي بالتزايد، تصبح طاغية في مكان ثم تشاهدها طاغية في كل دول العالم لاحقا. شو مستقبل هذا المتحور دكتور محمد XBB 1.5؟ يعني نتوقع له أن ينطفئ بعد فترة ويظهر متحور آخر كما هو الحال تماما في السلالات الموسمية من الإنفلونزا. ما أود أن أشير له وأؤكد عليه هنا أن هذه السلالات والمتحورات لن تتوقف عن الظهور، ستظهر دوما، وظهورها وتحورها وأخذها للشكل الموسمي يذكرنا دوما بالإنفلونزا الموسمية. وكما قلت هنا وأعيد وأؤكد مرارا وتكرارا على أن هذا لا يدعو للقلق الشديد، وإنما سنتعامل معها تعاملنا مع الوباء المستوطن، وانتقلنا تماما من مصطلح الجائحة إلى الوباء المستوطن، من بانديميك إلى انديميك، والجائحة أصبحت وراءنا. يعني هذا كلام طيب ومطمئن أيضا دكتور محمد منك، أشكرك جزيلا عليه وعلى كل ما تفضلت به في هذه المقابلة. دكتور محمد الحاج علي، باحث رئيسي في العلاج المناعي، كلية الطب جامعة كارديف من المملكة المتحدة. شكرا لك دكتور، شكرا أيضا على هذه النصائح أيضا التي قدمتها في هذه الفقرة.